بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 77. وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. في الآية التي قبلها قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والإفاضة هي الدفع والسير. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإفاضة تكون من عرفات لأنها هي محل الوقوف في اليوم التاسع، الوقوف الذي هو أعظم أركان الحج. وفي نهايته يسير الحاج من عرفة إلى مزدلفة، من مشعر إلى مشعر لعبادة الله سبحانه وتعالى. وسبب نزول قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنهم كانوا في الجاهلية كانوا يحجون، كان الحج باقيا من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ولكنهم غيروا فيه بعض التغييرات، ومن ذلك الوقوف بعرفة. فكان أهل الحرم الساكنون في الحرم لا يخرجون إلى عرفة في اليوم التاسع، وإنما يقفون في المزدلفة ويقولون نحن سكان الحرم فلا نخرج عن الذين جاءوا من الآفاق يقفون بعرفة، وإنما سكان الحرم ويسمون أنفسهم بالحمس، يعني من شدة العبادة عندهم يسمون أنفسهم بالحمس ويزعمون أن الخروج من الحرم لا يجوز، هذا من تشددهم أن الخروج من الحرم لا يجوز، وأن مزدلفة أفضل من عرفة بسبب جهلهم وتزيين الشيطان لهم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشكون أنه سيقف في مزدلفة لأنه منهم، فكانوا لا يشكون أنه سيقف في مزدلفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل السير إلى عرفة فأخلف ظنهم وأعاد الوقوف على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وألغى تغييرهم الذي غيروه في الوقوف. فهذا معنى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. فالوقوف يكون بعرفة لا في مزدلفة. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالمراد بقوله الناس من حيث أفاض الناس هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل على عمومه المراد بالناس الحجاج الذين يقفون في عرفة على ما كان عليه الوقوف ولم يغيروه. فأمر الله المسلمين أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منها إلى مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من مزدلفة. فدل هذا على أنه لا يجوز لأحد أن يخالف المسلمين في مسألة الوقوف، بل يجب أن يقف المسلمون جميعا في اليوم التاسع من ذي الحجة، أن يقفوا جميعا في مزدلفة. وأما من يخالف المسلمين ويقف في يوم غير ما يقف فيه المسلمون فهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من دين الجاهلية، لأن فيه من الفرق الضالة الآن من لا يقف مع المسلمين وإنما يقف بعدهم، وهذا فعل الجاهلية. الله جل وعلا يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، في المكان وفي الزمان، المكان وهو عرفة وفي الزمان وهو اليوم التاسع. ولا ينقسم الحجاج فيقف بعضهم في مكان ويقف البعض الآخر في مكان آخر، أو يقف بعضهم في يوم
ويقف البعض الآخر في يوم آخر، هذا فعل الجاهلية الذي أبطله الله عز وجل وأمر المسلمين بتركه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا هو القول المشهور في معنى الآية. وهناك قول آخر أن المراد الإفاضة من مزدلفة ليلة العاشر، ثم أفيضوا أي من مزدلفة من حيث أفاض الناس، فأولا يقفون بعرفة ثم يفيضون منها، وهذا مذكور في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات ثم ينزلون في المزدلفة ويبيتون فيها ثم يفيضون منها إلى منى. فعند هؤلاء أن الإفاضة المذكورة في الآية هي الإفاضة من مزدلفة، لأن الله ذكر إفاضتين، الإفاضة الأولى في قوله فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة الثانية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من مزدلفة. وهذا المعنى قريب، لا شك أنه قريب ولا تنافي بين الأقوال، فالإفاضة تكون من عرفة إلى مزدلفة وتكون من مزدلفة إلى منى، لا شك في ذلك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أي اطلبوا منه المغفرة. والمغفرة في اللغة مأخوذة من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يكون على الرأس في القتال، فالغفر معناه الستر. أيطلب من الله أن يستر خطاياكم، أن يستر خطاياكم وأن يمحوها عنكم، هذا هو الاستغفار، طلب المغفرة أي طلب ستر الذنوب ومحوها، طلب ستر الذنوب ومحوها وإزالتها. الله جل وعلا يغفر الذنوب كما قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله، قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكثيرا ما يرد الأمر بالاستغفار، وخصوصا بعد الفراغ من العبادات، الله جل وعلا شرع الاستغفار بعد الصلاة المفروضة، قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الفريضة يقول وهو مستقبل القبلة استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. والله جل وعلا يقول والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار تختم به الصلوات الخمس ويختم به قيام الليل، يقومون بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، فيختم به قيام الليل ويختم به الحج. ما أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فتختم به العبادات وتختم به المجالس، فإذا قام من مجلس يستغفر الله مما كان في هذا المجلس. الاستغفار مطلوب بعد العبادات، لماذا؟ لأن الإنسان محل التقصير ولا يزكي نفسه ولا يقول صليت على الوجه المطلوب، أديت الصلاة على الوجه المطلوب، فهو يستغفر الله من نقص يحصل في صلاته، ويستغفر الله من نقص يحصل في قيامه من الليل، ويستغفر الله من نقص يحصل في حجه ومناسكه، ولا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه، فهو بحاجة إلى الاستغفار حتى بعد العبادة، فكيف بالاستغفار من الذنوب؟ هذا آكل.
لاحظوا هذا أنه مأمور بالاستغفار بعد العبادة وطاعة الله عز وجل، فكيف بالاستغفار من الذنوب والخطايا؟ هذا آكد وألزم. واستغفروا الله، ثم قال إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة أي كثير المغفرة، الله غفور وغفار أي كثير المغفرة، ولكن لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وليس الاستغفار باللسان فقط، وإنما الاستغفار يكون باللسان وبالقلب وبالعمل، فيترك إذا استغفر الإنسان ربه يترك الذنوب، أما أنه يستغفر وهو باق على الذنوب هذا استغفار كاذب. ولهذا يقول بعض السلف إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأن بعض الناس يستغفر بلسانه لكن ما يغير من أفعاله السيئة شيئا، فهذا استغفار لا ينفع. الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، أما الذي لم يتب فإنه لا ينفعه الاستغفار. إن الله غفور، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله أنه غفور، ومن صفاته المغفرة أنه يغفر الذنوب لعباده إذا تابوا إليه واستغفروه. إن الله غفور رحيم، اسمان كريمان من أسماء الله، غفور رحيم، رحيم كثير الرحمة سبحانه وتعالى. فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما جاء في الحديث، ولكن رحمته إنما تكون لمن فعل الأسباب التي تقتضي الرحمة. قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان سبب للرحمة، فالذي يحسن فيما بينه وبين الله ويحسن فيما بينه وبين الخلق ويحسن أعماله ويتقنها هذا تناله رحمة الله لأنه من المحسنين. وكذلك الله جل وعلا يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذه أسباب الرحمة، أسباب الرحمة هي التي ذكرها الله في هذه الآية، سأكتبها للذين يتقون، تقوى سبب، تقوى الله سبب للرحمة. ويؤتون الزكاة، الزكاة المراد بها تطهير القلوب والأبدان من المعاصي، ويراد بها زكاة المال التي فرضها الله في الأموال. فالزكاة على قسمين، زكاة بدنية وذلك لتطهير الأعمال من الشرك والبدع والمحدثات وتطهير النفوس من الغل والحقد والحسد وغير ذلك والكبر، وتطهير، وهذه الزكاة البدنية قد أفلح من زكاها، تزكية النفس بالطاعات، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، وذلك بالطاعات والقربات، طهرها من الذنوب والمعاصي والسيئات، هذه الزكاة البدنية أو النفسية. أما النوع الثاني فهو الزكاة المالية التي يخرجها المسلم من ماله، وهي ركن من أركان الإسلام، الزكاة المالية ركن من أركان الإسلام. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون بآيات الله
القرآنية وبكلام الله سبحانه وتعالى، ويتدبرونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به، هذا هو الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول، اتباع الرسول سبب للرحمة، اتباع الرسول وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب للرحمة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فطاعة الرسول سبب للرحمة، معصية الرسول سبب للعذاب والعياذ بالله. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي، هذه أوصافه، رسول ونبي، الرسول النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أوحى إليه القرآن والحكمة فصار أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فعلمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فهذه أسباب الرحمة، هذه أسباب الرحمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني أهل الكتاب يجدون أوصاف هذا الرسول في الكتب السابقة، التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه أسباب الرحمة، فمن يريد الرحمة فليعمل الأسباب التي تسبب له الرحمة، وأما الذي يعمل الأسباب التي تغضب الله عز وجل فإنها تسبب له الغضب والسخط من الله عز وجل. الأمور لها أسباب، المغفرة لها أسباب، الرحمة لها أسباب، فعلى المسلم أن يعمل الأسباب ولا يتمنى على الله الأماني أو يعتمد على الرجاء، ولكن عليه أنه يرجو ويعمل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم يعني فرغتم من أداء المناسك، فالقضاء يطلق ويراد به الفراغ، مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهنا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، اذكروا الله بجميع أنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من أنواع الذكر والدعاء، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، هذا فيه معنيان عند المفسرين. المعنى الأول كذكركم آباءكم، أنهم كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج يقفون وكل يذكر مفاخر آبائه وأجداده وقبيلته، يقفون بعد الفراغ من الحج يتفاخرون بأعمالهم وأعمال آبائهم وأجدادهم، كل يذكر آباءه وأفعالهم، أنهم يكرمون الضيف وأنهم ينحرون الإبل وأنهم وأنهم في موسم الحج، يجعلون موسم الحج وقتا لذكر آبائهم وأجدادهم ومفاخرهم، كل قبيلة تذكر من مفاخرها ومفاخر أهلها أجدادها. الله جل وعلا يقول: اذكروا الله ولا تذكروا مفاخركم وأفعالكم وتتمدحون بها، اذكروا الله جل وعلا، لأن الحج عبادة لله وليس هو موضع للتفاخر والمباهات أو ذكر القادة والملوك والرؤساء، هذه جاهلية، الحج عبادة ليس محلا للتفاخر والتمادح
لأنهم يغتنمون الموسم واجتماع الناس، وكل يظهر أفعاله وأفعال آبائه ويباهي الآخرين. الله أبطل هذا وأمر بذكره سبحانه وتعالى: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن الله هو المستحق أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. فالواجب أن يذكر الله بعد أداء المناسك، وتذكر نعمه وأفضاله وخيره سبحانه على عباده، هذا الذي يجب أن يذكر. والقول الثاني: اذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما يذكر الأطفال الصغار آباءهم، لأن الطفل الصغير إذا أصابه شيء يقول يا آبا يا أم، ينادي أمه أو ينادي أباه، يستغيث بهم ويستنجد بهم، يا بابا يا ماما، هذا شيء معروف الصغار، فطرة عندهم. إذا مسهم شيء يكرهونه يقول يا بابا يا ماما ويبكي. الله جل وعلا يقول استنجدوا بالله جل وعلا، لأنكم أضعف من الأطفال الصغار، أنتم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أحوج من الأطفال إلى آبائهم. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال جل وعلا: فمن الناس، أي بعض الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون ويدعون، لكن يدعون لأمور الدنيا: اللهم اجعله عام خصب وخير، ويدعون الله في أمور الدنيا ولا يذكرون الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، وإنما يتقربون إلى الله بالحج والعمرة من أجل أن يعطيهم في الدنيا، من أجل أن يعطيهم في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا، آتنا من الأرزاق، من الأمطار، من النعم في الدنيا، ولا يذكرون الآخرة. هذا صنف من الناس، وهم الكفرة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ولا بالحساب. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ما يذكر الآخرة ولا تأتي له على بال، وإنما يحج ويتقرب إلى الله ويتصدق من أجل أن تعجل له، أن يعجل له الثواب في الدنيا. هذا صنف من الناس يريدون الحياة الدنيا بأعمالهم وطاعاتهم، وهذه نظرة قاصرة ونظرة سيئة لا تليق بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل في الحج وفي غيره. ومنهم من يقول ربنا، هذا الصنف الثاني، ومنهم وهم المؤمنون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يطلبون من الله خيري الدنيا والآخرة. هذا هو الصحيح، أن تطلب من الله خير الدنيا والآخرة، لا تقتصر على طلب الآخرة فقط، ولا تقتصر على طلب الدنيا فقط، ولكنك تسأل الله الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كان يكثر عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأنه دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي أعطنا، آتنا يعني أعطنا في الدنيا حسنة، وهذا يشمل جميع ما في الدنيا من خيرات، من زوجة ومن رزق ومن أولاد ومن مطر ومن كل خير. خيرات الدنيا كثيرة، تسأل الله من خيرات الدنيا لتستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما هنا أحد
ما أنا أحد يستغني عن الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا عون للآخرة، وما خلقه الله في الدنيا فإنه لمنافع العباد لأجل أن يستعينوا به على طاعة الله عز وجل. آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من السرور وما فيها من الخلود، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يسألون الله الآخرة وما فيها من العاقبة الحسنة والنعيم المقيم. هكذا يكون المسلم يدعو الله لدنياه ويدعو الله لآخرته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار، الآخرة فيها نار، الآخرة فيها جنة وفيها نار، فهم يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار. هذه صفة المؤمنين لا سيما في بعد أداء العبادات كالحج وغيره، فالمؤمن يريد بعمله صلاح دينه ودنياه، وأما الكافر فإنه إذا عبد الله وتقرب إلى الله إنما يريد نفع الدنيا فقط، ولا لأنه لا يؤمن بالآخرة. ثم قال جل وعلا أولئك لهم نصيب، أولئك يعني الصنفين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا، والذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كل له نصيب. الله يجيب دعاءهم، فيجيب دعاء الكافر ويعجل له، يعجل له جزاءه في الدنيا، لأن الله جل وعلا قريب مجيب فهو يجيب الدعاء، فإذا دعاه الكافر فإنه يعجل له، يعجل له الإجابة في الدنيا ولا يضيع الله دعاءه. أولئك لهم نصيب مما كسب. والصنف الثاني أهل الإيمان، لهم نصيب مما كسبوا، أن الله يعطيهم خيري الدنيا والآخرة. فأي الفريقين أحسن، الذي يعطي الدنيا فقط أو الذي أعطي الدنيا والآخرة؟ الذي أعطي الدنيا والآخرة هذا هو الرابح، وأما الذي أعطي الدنيا فهذا سيخسرها قريبا ويخسر الآخرة. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص أعماله لله، وأن يجعل أعماله للآخرة، وطمعا في ثواب الله عز وجل يعلق قلبه بالآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الذي لا يطلب إلا الدنيا فهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فهذا قال الله جل وعلا فيه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن الآخرة هم غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالواجب على المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل. لا نقول إنه لا يسأل الله الدنيا، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، لكن لا يقتصر على الدنيا، يطلب من الله أن يرزقه في الدنيا، أن ييسر أموره، أن يسهل عليه طرق الخير والمنافع في الدنيا،
أن يرزقه رزقا حسنا لا بأس بذلك، لكن يريد بالدنيا عمل الآخرة، أن يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سريع الحساب، يحاسب الخلائق في وقت واحد، يحاسب الأولين والآخرين على أعمالهم في وقت واحد، وهذا سهل عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سريع الحساب، ما يتأخر من كثرة الناس أو كثرة الأعمال، هذا سهل على الله جل وعلا، يحاسبهم في وقت واحد ولا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى، ولا ينسى شيئا ولا يضيع شيئا من أعمال العباد. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع سريع الحساب، يحاسب كلا الفريقين، الذين عملوا للدنيا فقط والذين عملوا للدنيا والآخرة، ويوفي كل صنف جزاءه، وهذا يسير على الله سبحانه وتعالى. سريع الحساب، أنت لو قيل لك ولله المثل الأعلى حاسب هؤلاء الموجودين في الحرم الآن، متى تفرغ منهم؟ ولا بعد سنين، الله جل وعلا يحاسب الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم في وقت واحد، في وقت سريع، لا يتأخر شيء ولا ينسى شيء ولا يضيع شيء. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، تذكر الحساب، وأن الله سيحاسبه يوم القيامة. من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا صنف من عباد الله عز وجل. ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن الناس والعياذ بالله من يثقل عليه الحساب ويناقش الحساب، كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، يناقش يحاسب ويعذب. فهذه أصناف الناس يوم القيامة، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من، وهؤلاء هم السابقون المقربون، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض كما في الحديث، ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله أن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يخذل بهم أعداءه. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لهم البطانة وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسبيح بالمسبحة إن كان يعتقد أن فيها فضل هذا لا يجوز، هذا بدعة. إن كان يعتقد أن المسبحة فيها فضل هذا بدعة ولا يجوز. أما إن كان لا يعتقد فيها فضيلة وإنما يأخذها لأجل عد التسبيح فقط، كما يسبح بأصابعه أو بالحصى، هذا مباح، ولكن كونه يسبح بالأصابع أفضل،
كونه يعقد التسبيح بالأصابع ويعد بالأصابع هذا أفضل، ويجوز بالحصى ويجوز بالسبحة. نعم. يقول: أنا شاب محافظ على الصلوات ولله الحمد، ولكنني أعاني من ممارسة العادة السرية، فبماذا تنصحني؟ العادة السرية محرمة، قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. يجب على المسلم أن يحفظ فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أباح الله الاستمتاع بالزوجة، وأباح الاستمتاع بملك اليمين وهي المملوكة، يتسرى بها ملك يمينه. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. والعادة السرية تدخل في هذا، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة وملك اليمين، أي حرام، كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. تقول: قدمنا من عمان وأحرمنا من ذو الحليفة، واعتمرنا ولله الحمد، ولنا أموات من الأقرباء، هل يجوز أن نعتمر عنهم، ومن أين نحرم؟ نعم، يجوز لك أن تؤدي عمرة عن قريبك أو عن أحد من المسلمين، ولكن لا تحرم من مكة، وإنما تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، تخرج خارج الحرم تحرم بالعمرة لنفسك أو لغيرك، ولكن بقاؤك في مكة أفضل من الخروج لأداء عمرة، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة في الحرم عن 100,000 صلاة بما سواه، وكونك تبقى في المسجد الحرام تعتكف فيه وتقرأ القرآن، تطوف بالبيت، تصلي الصلوات الخمس، هذا أفضل أنك تروح تجيب عمرة. والذي تريد أن تعتمر عنه إذا جئت مرة ثانية من بلدك تنويها لذلك الشخص، هذا أحسن وأتم. نعم. تقول السائلة: أحرمت بالعمرة وصلت ركعتين في الميقات، وركبت السيارة ثم أحست بخروج قليل من دم الاستحاضة، ثم دخلت في النسك، ولما وصلت مكة توضأت وأدت العمرة، هل عليها شيء؟ إذا كان الدم انقطع واغتسلت وأدت العمرة وهي طاهرة ليس عليها شيء، أما إذا كان الدم مستمرا ولم ينقطع ألا تصح عمرتها، عليها أن تبقى في إحرامها إلى أن ينقطع الدم، ثم تغتسل ثم تؤدي العمرة على طهارة. نعم. هل كل من خالف السنة يسمى مبتدعا؟ إذا أحدث شيئا في الدين ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو المبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يزاد في الدين ما ليس منه، هذه هي البدعة. أما من خالف السنة ولم يحدث شيئا وإنما ترك واجبا أو فإن هذا يعتبر معصية، من ترك واجبا فهذا يعتبر معصية، ومن ترك سنة ومستحبا فلا شيء عليه. نعم. يقول: ما هو العدل المطلوب لمن كان متزوج من زوجتين، وهل يدخل في ذلك عدد مرات الجماع كون الأولى كبيرة في السن؟ العدل المطلوب هو المستطاع، وهو النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، هذه الأربعة هي الواجب العدل فيها، تساوي بينهن في المسكن، تساوي بينهن في النفقة، تساوي بينهن في الكسوة، تساوي بينهن في المبيت، تبيت عند هذه وتبيت عند هذه، هذه ليلة وذي ليلة. أما الجماع والمحبة التي في القلب هذه لا يستطيع الإنسان العدل فيها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب، في الحب والميل الجنسي، هذا غير مستطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول:
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة. نعم. ما نصيحتكم لمن تخرج من كلية شرعية ويرغب في طلب العلم؟ نعم. ما نصيحتكم لمن تخرج من كلية شرعية ويرغب في طلب العلم والعمل في الدعوة إلى الله وأن يعلم الناس، وما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها؟ هذا شيء طيب أنه بعد ما تعلم العلوم الشرعية يريد أن ينفع الناس بها وأن يدعو إلى الله وأن يدرس المسلمين يعلمهم، هذا هو الواجب. الواجب على العلماء وطلبة العلم أن يقوموا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس ما ينفعهم، هذا هو الواجب على كل من عنده علم. والكتب كثيرة ولله الحمد، أعظمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث، شروح الحديث وفي الفقه، كله والله الحمد موجودة ومتيسرة يستفيد منها. نعم. يقول: من الملاحظ أن كثيرا من الإخوة الذين يطوفون أو يأتون للصلاة في الحرم يكثرون التحدث عبر الهاتف النقال ويشوشون على الناس خاصة المصلين والذين يستمعون الدرس، فبماذا تنصحونهم؟ الذي ينبغي لمن دخل المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد أن لا يشتغل بحديث الدنيا وأمور الدنيا، وإنما يشتغل بذكر الله، يشتغل بالطاعات، والجوال يقفله إذا دخل المسجد يقفله ويقطع المكالمات، تكون المكالمة مع ربه سبحانه وتعالى والاتصال مع ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والعبادة، فإذا خرج يفتح الجوال ويكلم الناس. أما أنه يجي في المسجد الحرم أو غيره أو في المطاف ويشغل نفسه ويشغل الناس فهذا نقص في العبادة ويأثم بذلك. إذا كان يؤذي الناس يأثم، إذا كان يؤذي فإنه يأثم، وإذا كان ما يؤذي فهذا يضيع عليه الفرصة، يضيع عليه الوقت لغير فائدة. نعم. يقول: أنا شاب أسرفت على نفسي بالمعاصي ثم من الله علي بالهداية، وبعد الهداية هربت مني زوجتي تريد أن أعود إلى المعاصي وهي الآن عند أهلها وتقول: لا أعود إليك حتى تعود إلى ما كنت فيه من المعاصي، وأنا في حيرة من أمري، هل أطلقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت تطلب منك المعاصي فلا تطعها في ذلك، إن انقادت معك الحمد لله، وإلا اتركها ويرزقك الله غيرها، زوجة غيرها، هذه ما تصلح. الذي لا تريد الطاعات ولا تريد التوبة ولا تريد، هذه لا خير فيها. نعم. تقول السائلة: هل المرأة المحرمة تغطي وجهها أثناء الإحرام، وما الحكم إذا كانت غطت وجهها بأكثر من طبقة؟ المرأة تغطي وجهها عند الرجال في الإحرام وفي غير الإحرام، عند الرجال لا تكشف وجهها، لكن المحرمة لا تغطيه بالبرقع والنقاب فقط، المخيط للوجه فقط، أما أن تغطيه بغير البرقع وغير النقاب فيجب عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال، تغطيه بالشيلة، بالخمار، تغطيه بالثوب، لأي شيء يستره، ولو كان طبقات لا بأس، لو كان طبقات لا بأس، أو طبقة واحدة ساترة، المهم أنها تستر وجهها عن الرجال بغير البرقع وبغير النقاب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم، نهاها عن النقاب ومثله البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها بغير النقاب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها،
فإذا جاوزونا كشفناه، دل على أن الصحابيات يغطين وجوههن وهن محرمات لكن بغير النقاب. نعم. يقول: استمتعت بزوجتي وهي محرمة بالعمرة وذلك فيما دون الفرج ثم أنزلت، ما الحكم وهل علي كفارة وما هي؟ نعم، عليك فدية، أنت أخطأت لأنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام، لكنه لا يفسد العمرة لأنه ليس جماعا وإنما هو شهوة غير الجماع، يكون عليك فدية، تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء ولا تعود لمثل هذا. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز لك أن تتمتع بزوجتك وأنت محرم. نعم. يقول: جئت أنا وجماعة إلى المسجد عند وقت الصلاة، صلاة المغرب، ووجدناه مغلق، ودخل وقت الصلاة وأقيمت الصلاة في المساجد الأخرى، وقمنا نحن بإقامة الصلاة وصلينا في الساحة الخارجية، وأثناء الصلاة دخل الإمام ومعه جماعة وفتحوا المسجد من الداخل وأقاموا جماعة أخرى، أي أصبح جماعتان في المسجد، وبعد الانتهاء من الصلاة أنكر الإمام علينا الصلاة. السؤال: أيهما على حق؟ إذا كانوا تأخروا فهم الذين على خطأ وأنتم على حق، أنتم معذورون وهم المخطئون إذا كانوا تأخروا عن المجيء وقت الصلاة، أما إذا كانوا لم يتأخروا فأنتم الذين استعجلتم وأخطأتم. لا يقام جماعة في مسجد وهناك جماعة راتبة، لا بد أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في المسجد، الواجب أنكم انتظرتم حتى يأتي الإمام والجماعة وتصلون معهم ولا تستعجلوا. نعم. هل الوضوء عند العلاج من السحر أو المس من السنة؟ الذي ورد في السحر الرقية، الذي ورد الرقية ما هو بالاغتسال، الاغتسال هذا ما هو علاج للسحر، علاجه بالرقية بكلام الله وبالأدعية المشروعة وبإتلاف السحر إذا عثر عليه، السحر المعمول للشخص إذا عثر عليه يتلف، هذا من العلاج. نعم. يقول: في بلدنا كثير من الطلبة يدعون العلم، والكثير من الشباب يفتون الناس، والبعض منهم ليس عندهم علم، فبماذا تنصحونهم؟ صحوا من يتق الله عز وجل ولا يفتو بغير علم، قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قال جل وعلا: ومن أظلم ممن كذب على الله، لا يجوز الكذب في الفتوى لأن من أفتى بغير علم فقد كذب على الله عز وجل، فلا يجوز لمن ليس عنده علم ودليل من الكتاب والسنة أن يفتي الناس، وإنما يحيلهم إلى العلماء. نعم. يقول: رجل له أولاد أخ يدخلون على زوجته وهي ليست من محارمهم عندما يكون غائبا، وأحيانا يحتاجهم للقيام ببعض الحاجات في البيت، فهل عليه شيء علما بأنه أخذ من زوجته حليبا في كأس وسقاهم 5 مرات ليكونوا محرما لها، فما حكم هذا العمل؟ هذا عبث، سقيهم اللبن هذا عبث ولا يحرمون، الرضاع يكون في الحولين، يكون في الحولين ولا ينفع مع الكبير إرضاعه. هذه قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية عين خاصة بمن حصلت له لا عموم لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، ويقول: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام. فهذا أما كونهم يدخلون وهم جماعة أكثر من واحد
فلا بأس، لأن ما فيه خلوة. أما واحد يدخل عليها وحده فهذا لا يجوز، هذا خلوة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أشد. فلا يدخل عليها رجل واحد وهي وحدها في البيت، هذه خلوة. أما إذا كانوا جماعة، أو كان البيت فيه نساء وجماعة أو أسرة أو عائلة، فلا بأس، المهم أنه ما يكون فيه خلوة. نعم. أعمل في القطاع العسكري في بلدي بنظام النوبات، مما يتطلب مني السهر طوال الليل ولعدة أيام، وأنام نهارا وقد تفوتني صلاة العصر أو أكثر من فرض في النهار، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، العمل اللي يفوت عليك الصلاة لا خير فيه، اترك العمل اللي يفوت عليك الصلاة واطلب عملا آخر، والأعمال كثيرة وأسباب الرزق كثيرة ولله الحمد، فاطلب العمل الذي لا يخل بصلاتك ولا يخل بعبادتك. لا يجوز لك تأخر الصلاة تقول أنا تعبان وأنا أعمل وأنا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. وإذا كان ما تستطيع القيام بالعمل مع أداء الصلاة في وقتها، اترك العمل، الصلاة ألزم عليك، اطلب عمل آخر ما يتعارض مع الصلاة. نعم. ما صحة صلاة التسابيح؟ لا أصل لها، صلاة التسابيح لا أصل لها، لأن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السند، ومن ناحية المتن أيضا متنها فيها نكارة، لأنها في صفة صلاة لا مثيل لها في الصلوات المشروعة، فهي منكرة من ناحية السند ومنكرة من ناحية المتن والكيفية، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد بها. والعبادات المشروعة كثيرة ولله الحمد، عندك صلاة الضحى، عندك صلاة الليل، عندك صلاة الوتر، عندك الرواتب التي مع الفرائض، عندك النفل المطلق، نوافل كثيرة المشروعة، لست بحاجة إلى صلاة مبتدعة. نعم. يقول: أنا مقيم في فرنسا وأعمل في تجارة السراويل الرجالية، هل في تجارتي شبهة؟ إذا كانت السراويل ساترة، إذا كانت ساترة فليس فيها شبهة، أما إذا كانت السراويل قصيرة وغير ساترة فلا تجوز. نعم. يقول: هل علي إثم إذا أكلت طفلتي أو شربت من الحرام، علما بأنها من زوجة مسيحية مطلقة وهي تعيش في بلد وأنا أعيش في بلد أخرى؟ ابنتك في ذمتك، هي في ذمتك، عليك أن تحفظها من أكل الحرام أو شرب الحرام، تأخذها معك ولا تتركها مع الكافرة. أما هي لو شربت أو أكلت، هي غير مكلفة، هي غير مكلفة ولا إثم عليها، لأنها لم تبلغ سن التكليف، لكن أنت اللي تأثم لأنك ضيعتها وتركتها. نعم. يقول: تركت الصلوات لمدة 6 سنوات وكذلك الصيام، فما هي الكفارة؟ توبة، كفارة التوبة، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر يخرج من الملة، ففي وقت تركك للصلاة لست مسلما، فلما تبت دخلت في الإسلام من جديد، فعليك بالمحافظة.